كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة رسمية لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكبار المستقبلين. ثم صافح سموه أعضاء الجانب البحريني فيما صافح جلالة الملك المفدى أعضاء الوفد المرافق لسمو ولي العهد السعودي. هذا ويضم الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في زيارته للمملكة كلا من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم. وبعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بقاعدة الصخير الجوية، توجه موكب جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى قصر الصخير فيما اصطف على جانبي الطريق طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم ملوحين بأعلام البلدين الشقيقين، والفرق الشعبية مرددة الشيلات الترحيبية بمقدم ضيف البلاد الكريم. وفي قصر الصخير جرت لسمو ولي عهد المملكة العربية السعودية مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان الملكي السعودي والملكي البحريني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لمقدم ضيف البلاد الكريم. Oh.
وسط الكف والسعودية وسط العين. عاش الملك عاش الملك عاش الأمير عاش الأمير. عالية عالية نور تحت النجاح مسلمان عاد عاد مسلمان. سلام المملكة العربية السعودية وسلام مملكة البحرين. سلام. وقد عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونقل ضيف البلاد الكريم إلى جلالة الملك المفدى أطيب تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وأخلص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وأصدق تمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة ودوام العافية، وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التطور والرقي والرخاء. ورحب حضرة صاحب الجلالة في بداية اللقاء الذي حضره أعضاء الوفدين بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ضيفا عزيزا بين أهله وإخوانه في مملكة البحرين الذين تجمعهم بأشقائهم في المملكة العربية السعودية وشائج القربة والأخوة والمحبة والمصير المشترك على مدى التاريخ، فيما أعرب سموه عن عميق الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على ما لقيه من حفاوة بالغة وكرم الضيافة والوفادة وحسن الاستقبال. واستعرض جلالته مع سمو ولي العهد السعودي المسار الأخوي للعلاقات التاريخية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوثيق وسبل تعزيزه وتنميته في كافة المجالات التي تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة. وأكد جلالته بأن العلاقات البحرينية السعودية هي نموذج مشرف للعلاقات المتميزة بين الأشقاء التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد وسار على نهجهم الأبناء والأحفاد، وتستند إلى أسس قوية من الأخوة والترابط والتعاون والتفاهم والتنسيق المشترك تجاه كافة القضايا، معربا جلالته عن اعتزازه بالوقفات التاريخية المشرفة التي تقفها دائما المملكة العربية السعودية تجاه مملكة البحرين وشعبها وما تقدمه الشقيقة الكبرى من دعم أخوي متواصل للبحرين على مختلف المستويات، وهي مواقف تجسد علاقات المملكتين الضاربة في جذور التاريخ. مجددا جلالته موقف مملكة البحرين المساند والمتضامن مع المملكة الشقيقة عند كل من يحاول المساس بسيادتها ومكانتها وأمنها واستقرارها. وشدد جلالته على أن البحرين ستظل دائما في خندق واحد مع المملكة الشقيقة لإيمانها المطلق بوحدة الهدف والمصير الواحد، كما أشاد جلالة الملك المفدى بالجهود والمساعي الخيرة للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله لتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الأشقاء، وبدور المملكة الرئيسي في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها والدفاع عن قضاياها العادلة في ظل ما تشهده من تحديات مختلفة. وأثنى جلالته على الدور المشهود الذي يطلع به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في خدمة مسيرة النهضة التنموية في المملكة الشقيقة وسعيه الحثيث نحو المزيد من التطوير والتقدم لصالح المملكة وشعبها الشقيق. كما بحث صاحب الجلالة وسمو ولي العهد السعودي مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية إلى جانب عدد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
هذا وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن اعتزاز المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بعلاقاتها الأخوية المتجذرة مع شقيقتها مملكة البحرين، والتي تتميز دائما بخصوصيتها وعراقتها منذ قديم الزمان، وبالمواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة جلالة الملك المفدى، مشيدا بما حققته البحرين تحت قيادة جلالته الحكيمة من نهضة وتطور وتنمية وإنجازات شاملة ونجاحات متميزة على مختلف المستويات، سائلا الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين وقيادتها وشعبها الكريم، ويديم عليها الأمن والأمان والرخاء والتقدم.